في قديم الزمان كان هناك رجل غني لديه 3 بنات، 2 منهم كانتا متكبرتين ووقحتين، والأخرى كانت عطوفة ومجتهدة تدعى حسناء. بيوم علم الرجل أن سفنه ضاعت في العاصفة، وأخبر بناته أنه لن يصبح غنياً بعد الآن. حزنت حسناء لموقف والدها وواسته، والأخرتان تذمرتا من الموقف اليوم بأكمله. ذات صباح علم الأب أن واحدة من سفنه وصلت الميناء. يا بناتي، إن كانت سفينتي لا تزال سليمة سأحضر عند عودتي لكن هدايا. أخبرني، ماذا تريدن أن أحضر؟ خاتم ماسي، حجر الياقوت، سوار ذهبي. وماذا عنك يا حسناء؟ فقط أحضر لي معك زهرة أبي. عندما وصل الأب للميناء بعد رحلة شاقة، رأى سفينته محطمة وحزن للغاية. وبطريقه للمنزل مر بغابة مظلمة وباردة ووميض البرق في السماء والأشجار على وشك السقوط من سرعة الرياح. كان الرجل يشعر بالبرد والرعب وأراد أن يستريح، لكن حينها نظر حوله فرأى قلعة فاخرة للغاية، ثم تقدم ودخلها. هاي، هل من أحد هنا؟ لم يكن هناك أحد، لكن كانت مضيئة ودافئة، وفوق كل ذلك كانت مائدة العشاء مليئة بأشهى الأطعمة. عندما رآها لم يقاوم وأكلها. وبينما يتمشى بالقلعة رأى غرفة فارغة فدخلها ونام نوما هنيئا. وعندما استيقظ في اليوم التالي رأى ملابسا جديدة أمامه. لابد أن جنيا لطيفا يملك هذا القصر، أتمنى لو بإمكاني أن أشكره. كان على وشك المغادرة فرأى زهورا في الحديقة. لا يمكنني شراء الهدايا الغالية لبناتي، ولكن على الأقل سأخذ هذه الوردة لحسناء. ثم قطف الرجل زهرة من الأزهار، وفي هذه اللحظة سمع صوتا قويا وظهر وحش مخيف من خلف الأشجار، وكان الرجل خائفا للغاية. لقد أطعمتك، لقد جعلتك تنام مرتاحا، والآن تقطف أزهاري، أهكذا تشكرني؟ سامحني سيدي، أردت أخذ وردة لابنتي. هناك عقوبة لفعلتك هذه، عليك أن تحضر لي أول شخص تراه في طريق العودة، وإلا سأمسك بك وأسجنك طوال حياتك. غادر الرجل المكان وهو حزين للغاية، ولم يرى أحدا طوال الطريق، ورأى حسناء فقط تنتظره عندما وصل للمنزل، وتلاقت أعينهما. لذلك أخبرها بندم بالذي حدث ورغبة الوحش، وبسماعهم ذلك غضبت الأختان من حسناء. إذا لم تطلب الأزهار من أبينا لم يكن يحدث لنا هذا. ماذا لو التقت عيناي بأبي؟ ماذا كان سيحدث لي؟ كنت سأقدم تضحية للوحش؟ أوه لا، أنا أعتذر بشدة إليك يا أبي، سأفعل كل ما بوسعي أن أفعله لأبقيك بعيدا عن السجن. أخذ الأب حسناء معه وذهبت لقلعة الوحش كما وعد، ثم دخلوا نحو غرفة العشاء. عندها سمع الصوت مجدداً ودخل الوحش للغرفة.
خافت حسناء، لكن الوحش القبيح تكلم معها بلطف كبير. سيغادر والدك قصري بعد قليل، وأنت هل تريدين أن تمكثي هنا طواعية؟ نعم، أنا سأمكث هنا بإرادتي. عانقت حسناء والدها وذهب للمنزل، وبدأت تتمشى داخل القصر، ورأت باباً مزيناً بالورود. دخلت حسناء الغرفة بفضول كبير، ورأت بيانو على جنب، والآخر رأت أرجوحة ورفن عليه آلافاً من الكتب، كانت تشبه غرفة أحلامها. ثم رأت ملاحظة على الطاولة: أميرتي العزيزة، أريد رؤيتك سعيدة دائماً، طلباتك أوامر بالنسبة لي. تمنت حسناء أن ترى والدها مرة أخرى، ثم نزلت لصالة العشاء. بعدها دخل الوحش القبيح. مولاتي، هل يمكنني تناول العشاء معك؟ أنت هو مالك القلعة، لماذا تسألني أنا؟ لا لا، أنت مالكة هذا المكان يا حسناء. إن أردت سأرحل مباشرة، أنا متأكد بأنك تجدينني قبيحا، أليس كذلك؟ كانت حسناء متفاجئة من رده، ولم تعلم بماذا تجيب. أتمنى لو أننا نتزوج ونعيش حياة سعيدة. لا، لا أريد أن أتزوجك. غادر الوحش صالة العشاء حزيناً، وكل عشاء يحضر لها وجبة شهية، وكان طيباً معها. وبينما تمر الأيام، أدركت حسناء أنها اعتادت على وجودها مع الوحش، وحظت بوقت جميل معه، وأيضاً لم تعد تخاف منه. وبيوم أخبرته أنها تريد رؤية أبيها، فقد اشتاقت له. بالتأكيد يمكنك الذهاب، ولكن عيديني أن تعودي. أعدك أنني سأعود بعد 3 أيام. إذن ضعي هذا الخاتم في إصبعك، حين تخلعين هذا الخاتم ستجدين نفسك في هذا القصر. وضعت الخاتم وذهبت لزيارة والدها الذي سعد لرؤيتها، لكن أخواتها كن غيورات منها. خاتمك قبيح للغاية ولا يليق عليك بتاتا. مرت 3 أيام بسرعة، ومكثت لليوم الرابع، فقد استمتعت برفقة والدها، لكنها رأت كابوسا بنومها هذه الليلة، فقد رأت الوحش واقفا بالحديقة حزيناً وقلقاً. وبمجرد استيقاظها أدركت أنها اشتاقت له، وفوراً خلعت خاتمها ووجدت نفسها بغرفتها بالقلعة. ثم ذهبت مسرعة نحو الحديقة، ووجدت الوحش هناك مرهقاً وحزيناً كما رأته في كابوسها. اقتربت وعانقته: استيقظ أيها الوحش، استيقظ، إذا حدث مكروه لك لن أسامح نفسي أبدا. فتح الوحش عينيه للحظة. حسناء، ظننت أنك لن تعودي أبدا، لقد مرضت من الحزن وبت ضعيفا. أنا أدركت أنني اشتقت إليك في غربتي، وقد عدت إليك بكامل إرادتي، فأنا قد أحببتك وأريد أن أعيش حياة سعيدة معك. وبهذه اللحظة امتلأ المكان بأضواء متلألئة، نظرت حولها واندهشت مما يحدث. وعندما أدارت وجهها للوحش مجددا رأت أميرا وسيما. من أنت؟ أين ذهب الوحش؟ الوحش هو أنا يا حسناء، كنت تحت تأثير لعنة شريرة. إن لم تقولي لي أنك تحبينني كنت سأظل وحشاً قبيحاً كل حياتي. ازدهشت
زادت حسناء سعادة على سعادتها بفضل طيبتها وحبها الحقيقي. وبعدها عاش الأمير الوسيم حسناء حياة سعيدة في القصر المضيء. كان هناك أمير وسيم بأرض معروفة بأزهارها. لقد وجد حب حياته الحسناء بعد سنوات عديدة عاشها كوحش، والآن يقضيان أياما سعيدة في القصر الذي يعيشان به. وبيوم بينما يتناولان العشاء سألته الحسناء: ريتشارد، لقد أخبرتني أنك تحولت لوحش بسبب تعويذة سيئة، لماذا قد يفعل شخص هذا لإنسان طيب وصالح مثلك؟ عزيزتي الحسناء، إنها قصة طويلة. أخبر الأمير الحسناء بما حدث له وكيف أنه كان وحيداً بطفولته ولم يرد الحديث مع أحد بسبب البثور الحمراء بوجهه، لذلك عامل الجميع بسوء. في الحقيقة كان شخصاً غاضباً لم يرد أحد التقرب منه. وبيوم أدرك أن سبب بثور وجهه الأزهار بغرفته. تفاجأت الحسناء لكنها استمرت بالاستماع له بفضول. لم يتمكن أحد من إيجاد علاج لهذه البقع، ولأنني لم أستطع الاقتراب من الأزهار فقد حضرت الأزهار في كل البلاد. وبيوم أخبره أحد أن هناك ساحرة بأعماق الغابة لديها حديقة مليئة بالأزهار. وبعلمه هذا أصبح الأمير غاضباً وأراد تدمير حديقة الأزهار والساحرة التي عارضته. جمع جنوده وانطلق حيث تعيش الساحرة. كان لديها قصراً بحديقة أزهار ملونة. ميرمر، ابتعد عن قدمي، سيختفي جمالي قريباً، علي أن أقطف الأزهار حالاً. لقد كانت الساحرة قبيحة يغطي أنفها فمها ولديها بثوراً ضخمة بوجهها. بساعات الصباح الأولى كانت تقطف الأزهار من الحديقة وتعود مسرعة لقصرها، تطحن بتلات الأزهار وتضع المزيج على وجهها وتردد كلماتها السحرية لتجعلها جميلة، ويتحول شعرها الأسود المجعد الهائش لشعر جميل طويل. أوه عزيزتي الأزهار، ماذا كنت سأفعل لولا وجودكم؟ روزا سيدتي، أعتقد أن أحدهم يقترب من قصرنا. عليك أن تهدأ ميرمر، فأنا الآن أشاهد جمالي بالمرآة وأنت تشتتني. وصل الأمير أخيراً هو وجنوده قصر الساحرة. بدأت عيناه بالالتهاب عندما رأى الأزهار. أحضروا ملابسي الخاصة لتحميني الآن. بينما يرتدي الأمير الزي الواقي، فتح جندي بوابة الحديقة. بعدها دخل الأمير ثم الجنود من بعده لحديقة الأزهار. كان الأمير يقطف الأزهار بكثرة بيديه المحميتين لدرجة أن تطايرت البتلات في الهواء. إذن فقد عصيتني، ها؟ لن أكتفي بتحطيمك بل وحديقتك أيضاً، ساحرة شريرة. وبينما قط الساحرة يحاول النوم بجوار النافذة، استيقظ على أصواتها فذهب مسرعاً لروزا التي كانت تمشط شعرها الناعم أمام المرآة. الأزهار! أزهارك اختفت! بسرعة انظري من النافذة! عن ماذا تتحدث مجدداً مارمار؟ الجنود يقتلعون الأزهار! مياو! ركضت الساحرة نحو النافذة في الحار ورأت رجلاً مدرعاً وجنوده خلفه.
يقتلعون الأزهار. لا، أزهاري! ماذا قد فعلت بأزهاري؟ من أنت؟ توقف الجنود فجأة ونظروا للساحرة عند النافذة، لكنهم رأوا امرأة جميلة بشعر طويل أنستهم كل شيء بجمالها الأخار، لدرجة توقفوا عن اقتلاع الأزهار. لكن الأمير استمر باقتلاع الأزهار بغضب ولم يرى الساحرة. بهذه اللحظة ثقبت شوكة من الأزهار قفاز الأمير وانقطع. بدأ يشعر بالحكة وتلونت يديه بالحمرة. حاول الأمير الخروج من الحديقة بفزع، لكنه تعثر في الأشواك وسقط على الأرض. عندما سقط نزع عنه قناعه. أوه قناعي! أوه عيني! ساعدوني، جلدي يحترق بالكامل! بهذه اللحظة ظهرت الساحرة بمنتصف الحديقة ونظرت بحزن لحديقتها التي كادت تخلو من الأزهار وغضبت، فلن تصبح جميلة بعد الآن. اختفى تأثير السحر من وجهها وعادت لطبيعتها القبيحة مجددا. خذوا أميركم إلى قصري الآن، وبعدها غادروا المكان على الفور، وإلا سوف أحولكم جميعاً إلى ضفادع وأسجنكم في المستنقع. فعل الجنود ما أمرتهم به الساحرة. وعندما أفاق الأمير، هاي، هل من أحد هنا؟ ماذا يجري؟ دخلت الساحرة بغضب. ساعديني أرجوك، يداي ووجهي في حالة سيئة، لن تتزوجني أي أميرة هكذا. لا، أنت شخص أناني للغاية، لن يحبك أحد. أتعلم؟ ستدفع ثمن فعلتك، وحتى تجد الحب الحقيقي سوف تكون وحيدا كوحش. سكبت الخليط على الأمير وحولته لوحش قبيح للغاية. هذا هو جزاء غطرستك أيها الأمير، من الآن وصاعداً سوف تخدمني. والآن عد إلى قصرك وازرع بذور الأزهار بكل مكان. عاد الأمير لقصره كوحش، وبرؤية موظفيه لهذا غادروا القصر بخوف، حتى أبويه هجروه. أصبحت الأزهار لا تؤذيه، لكنه أصبح وحيداً كوحش بقصره الكبير. اعتنى بأزهار حديقته لأيام وليال، حتى جاءت الحسناء. هذه قصتي يا حسناء، لأنك أعطيتني المحبة الحقيقية ومن كل قلبك أحببتني، فقد زال تأثير السحر من الساحرة روزا. أوه عزيزي الأمير، يا لها من قصة حزينة. لكن الآن بعد زوال التعويذة، ماذا سوف يحدث للأزهار في الحديقة؟ سمع الأمير والحسناء ضوضاء غريبة، فنظروا في الحال لحديقة الأزهار من نافذة القصر. وبين الأزهار رأوا ظلاً أسوداً بتوهج بنفسجي. لن تتخلص مني، لا أنت ولا الأزهار أيها الأمير، أنا سوف ألعنك إلى الأبد. فهم الأمير والحسنة أن لا شيء أثمن من الحب الحقيقي، لكن بالنسبة للساحرة هذا شيء يستحيل أن تفهمه.